مكملين معاكم النهارده حلقتنا في استباحه في استباحه جوت تالنت. استباحه النهارده شفنا في اول فاصل حسناء عملت لنا الاكسسوارز الجميله اللي هي هوايتها من وهي في اعداديه زي ما كانت بتقول يعني من حوالي سنه ونص مش كده؟ طيب سنتين ونص علشان ايه الواحد برضه يبقى مش معقول ابدا انا راجل مذيع وبتاع طلع يقول من ثلاث سنين ونص علشان برضه الواحد يبقى تمام. وشفنا في الفاصل الثاني عفوا برضه حسناء كملت معانا وعملت لنا بقيه الاكسسوارز او ورتنا ازاي الاكسسوارز نفسها بتتعمل وازاي بتتربط واتكلمنا شويه عن الخامات اللي بتستخدمها. الفاصل اللي بعده حاولنا ان احنا نوفق زي ما دايما بنوفق ما بين الاكل وما بين المواهب او ما بين الكرافتس حسب الحلقه ان احنا نجاوب على السؤال بتاع هناكل ايه النهارده. شيف محسن عمل لنا طبق جمبري طبق فيه جمبري وبلح بحر و جندوفلي وبقدونس وكاليماري وسمك مقلي بصل وتوم. وبعدين خدنا بلح البحر عمل خلطه بجنان وحط عليها زيت زيتون ورحنا دبناها في الفرن. ودلوقتي حسناء قبل ما اقدم لكم الموهبه اللي جايه اللي مستخبيه حسناء هتدوق الطبق وتقول لنا رايها وشيف محسن هيدوق طبق بلح البحر. طب ممكن تديني شوكه لو سمحت؟ عينيا عينيا يا شيف. اتفضل اتفضل يا شيف. كده ده يا جماعه طبق ايه الاخبار؟ فظيع. صوص حلو قوي. بصي شيف محسن ايه اكمل ولا اعمل ايه؟ كملي يا سلام. مش قادره تنوري. حلو قوي. لا شيف محسن بيفاجئنا كل شويه بحاجه قويه. انت كده حرقتي لي المفاجاه. حرق شويه شيف محسن. حش حرقتي لي المفاجاه. استني استني انت شويه اركني على جنب. انت مش انت مش جاهزه تبقى حاجه قلت انت خليكي على جنب شويه. شيف محسن ايه الاخبار؟ يعني انا مش عايز اقول يعني اللي بيدوق طبق بشهادته مجروحه لانه شيف محسن بس يعني جه زي الطعم اللي انا عايزه بس خلاص. وانا متاكد ان الطبق دوت يعني ما بص يعني انا عايز اقول لكم على حاجه. مع اول مره النهارده في برنامج استباحه الشيف احمد اللي هو يعني بيساعدنا في تحضير الحاجات بتاعتنا يبقى قاعد معانا في الاستوديو. هو قاعد ورا هنا انتوا ما حدش شايفه بس هو مستني طبق الشيف محسن علشان ينقض عليه انقضاء الذئب على ايه؟ الفريسه. الفريسه. طيب مفاجاتنا النهارده في استباحه جوت تالنت موهبه يعني احنا ما شفناهاش قبل كده. نرمين انديل. حد طبعا يعرف نرمين؟ تعرف نرمين؟ مش المذيع نرمين انديل بتاعت الشنط ولا شايف نرمين انديل. في بقى نرمين انديل بتاعت الشنط. انا يعني السبب الوحيد اللي خلاني اقدمها دلوقتي ان كده كده الكاميرا هتيجي عليها وهتبص هتلاقي نرمين برضو جنبها شويه الوان بس المره دي مش اكل شرط. بس الاول خلوني ابتدي اعمل لكم الايس كريم لان مكوناته كلها فروزن وانا مش عايزها ايه تسيح وتسيس مننا. انا هعمل لكم النهارده الحلو بتاع طبعا هو الحلو اللي معانا نرمين وحسناء بس هعمل لكم الحلو اللي هيمشي مع الاكل عفوا من الايس كريم. بس انا قبل التصوير كلت حته بسكوته انتوا عارفيني بحب دايما اجرب فالبسكوته وقفت هنا. يلا هعمل لكم يا جماعه ايس كريم من الفروزن فروتس او الفواكه الفروزن دي. مانجا انا ما لقيتش مانجا مجمده في السوبر ماركت ولكن فيه فانا قطعتها وفرستها حوالي 3 ساعات في الفريزر. ودي فراوله مجمده انا جبتها من السوبر ماركت. ده زبادي يعني لو قلنا مثلا دول حوالي 225 او 250 جرام فراوله وما يجيش يمكن 100 جرام من المانجا هستخدمها علشان اخلط الطعمين مع بعض. وحطيت معاهم حوالي 125 جرام زبادي ومش هقول ان انا مفرزه قوي بس يعني ساقع سن لان انا ممكن تاخدوا كل الايتيمز دي وتعملوها مع بعض وبعدين تفرزوها بس انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اوريكم ازاي هيبقى شكله طالع زي ما انتم شايفين. بسكوت اي بسكوت علشان ناكله مع الايس كريم. سكر شوكولاته عشان هنبشرها على الايس كريم بتاعنا وبودره ايس كريم لو حسيتي ان انت محتاجه. خلينا نبتدي. الموضوع سهل جدا. هحط فراوله الفراوله بتاعتي طبعا انتوا سامعين مجمده الدنيا اهي مجمده وهقوم اضرب. تمام بس عشان اسهل المهمه على الخلاط بتاعي
وبعدين هقوم جايب بقى المانجا دي بس تو تيست يعني هجيبها كده ومع المانجا كسرها صح عشان عشان ايه هو لازم كله مجمد علشان نطلع ايس كريم بقى خد بالك يطلع ايس كريم صح يعني. وهنيجي ناخد الزبادي بتاعنا اوكي ناخد الزبادي كده اهو احنا ممكن يا جماعه نقول في الفاصل ده ان احنا موهبه كريم كل ماده في عمل الاكل في ازدياد وكل شويه بجد بنتفاجئ بحاجات حلوه قوي وهتحسوا بيها اكتر في الشهر الجديد او سيزون اللي احنا فيه دلوقتي باطباق مختلفه تماما. انا ميرسي نرمين على المقدمه الناريه بس انا يعني الحقيقه بحاول على قد ما اقدر اني اقدم حلول يعني ماما انا عايز ايس كريم عايز ايس كريم طيب خلاص مفرزه حاجتك ومفرزه الفواكه بتاعتك وهنبتدي هنضرب اهو تاخد قوام طبعا. انا هعمل ايه بقى هديله شويه نعناع كده خفيف يعني انت حطيت فراوله ومانجو وحطيت زبادي الفروزن كلهم فروزن اوكي ممكن ايه كمان خدته كده حبه بس نعناع اديله كده زست طعم حلو قوي وهناخد بشر الليمون اوكي مش عصر بشر نص ليمونه يعني على الكميه دي بشر نص ليمونه هتفرق قوي في الطعم وهتفرق في مده الحفظ اكيد الاثنين كده اهو اوكي تمام حلو قوي خلصنا كده وهنضرب مره كمان وخلاص انا زي ما قلت لكم يا جماعه عايزه تستخدمي احتجتي تستخدمي بودره الايس كريم اوكي ما احتجتيش انا مش شايف ان القوام لا 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 خلاص اهم حاجه ان الحاجه كلها تبقى فروزن بالظبط انا بس عايز اوري الناس حاجه انه بصوا ادي بتاعه الايس كريم بتاعتي لو عايزه تسيرفيسي كده اهو ايس كريم ده عايزه تاكليه كده هيبقى ايس كريم يوجرت عايزه تحطيه في الفريزر نص ساعه حلو قوي ماكسيمم نص ساعه هيطلع ايه بقى ايس كريم بقى هيطلع ايس كريم صح هيطلع شكله زي ما انتوا هتشوفوا كده سوري ثانيه واحده نقف كده عشان ايه دلدقنا الدنيا عشان الراجل لما بيخش المطبخ لازم يوسخ ولا ايه يا حسناء بصوا بقى اهو ده كده نص يعني ده هو ده بعد نص ساعة بالظبط هنيجي كده مثلا يعني بقى عندك بسكوت عندك بش بتاع ده سوري شوكولاتة مبشورة اهو زي ما انتم شايفين كده لا وسريع جدا بسرعة سريع اهي ادي بولة لا والطعم كمان فراولة مع مانجو مع النعناع كمان والطريقة كمان مباح ليكي بقى تطلعي اي طعم انت عايزه بالظبط حلو قوي كده اهو لسه برضو خلوا بالكم الموهبه بتاعه جوت تالنت النهارده ما جاتش زي ما احنا عايزينها نعمل كده اهو ايوه بشر الشوكولا حلو قوي ده انت هتقومي تعملي لاولادك يعني ايس كريم في ما فيش يعني في الوقت في غضون ثواني اللي ما فيش لحد بقى ما ايه اقدم لكم النجمه نرمين انديل في ثوبها الجديد هقدم لكم هشوف بس سوري حسناء تدوق وممكن ندي حسناء بسكوته ايوه معاها برضو تمام نرمين انديل المفروض تخش كده لا بص يا شاب بقى انا هعمل لك حاجه بقى حلوه انا هعمل لك هنا من دوت جنبها قبل ما نروح على نرمين كده اهو عايز احطها لا بص انا عايز ادوقك التاني اللي انا لسه عامله عشان برضو ايه المصداقيه يعني مش عايزه اقول لك شويه بشر الليمون فارقين في الطعم حلو قوي ميرسي يا حسناء بص يا شباب اوكي كده اهو انا هعمله للولاد ايوه بص ده بقى وهو مزيج تاني او يعني قوام تاني اتفضل يا شيف بس هو فعلا انا مش هلحق اقول اي حاجه لا هو بصوا يا جماعه لا خلاص بقى علشان انا قلت اخلص الايس كريم بسرعه قبل ما يسيح بس هرجع تاني بقى واقول لكم حلو صح؟ جميل انا والشيف جميل نرمين قنديل النهارده رجع لنا بثوب جديد نرمين قنديل مش شيف ولا مذيع في قناه ست البيت النهارده نرمين قنديل ضيفه برنامج استباحه في استباحه جوت تالنت نرمين تقول لنا بقى بتعمل ايه في الشنط والديزاينات والحركات
وانا عارف انت بتعملي وان بيس من كل حاجه. تقول لنا بتعمل ايه بعيد عن القناه؟ اشرحي بعيد عن القناه. اشرحي. انا زمان الموهبه دي برضو موجوده عندي من قبل كده. كنت بحب، انا بحب الشنط جدا، فبيجي لي افكار وبعمل ديزاين مثلا للحاجه وبختار الماتيريال وبختار. انت بتعملي ديزاين؟ انا لازم اعمل الديزاين واختار الخامه اللي انا هعمل بيها الشنطه او البوشات سواء ده او ده. وبروح لمصنع، مصنع يعني ناس صحابنا قوي، فهو اللي مصنع بيجي. يعني ناس صحابنا قوي؟ لا هي يعني دي معنى كلمه مصنع. مش اي مصنع، اي مصنع صحابي قوي، فبينفذوا لي الديزاينز اللي انا بختارها. بحب يبقى في يعني اي واحده تمسك الشنطه اللي انا بعملها بحس انها تبقى مميزه، فهي وان بيس او تو بيس، بس لو تو بيس يبقى لازم ديفرنت كلر، يعني لازم كل واحده يبقى لون مختلف تماما عشان تبقى انت واحده مختلفه عن الاخرين. انا مثلا شنطه زي دي الماتيريال انت عملتي دي بتقولي لي من 12 سنه كتير، دي بتاعتي اصلا 12 سنه، من 12 سنه انا عاملاها وستيل لغايه دلوقتي زي ما هي. وعايزه اقول على حاجه، انا ممكن اشيل الايدين دي خالص من الشنطه، معموله من البامبو كمان، وزي ما انتم شايفين هي لونها ابيض، فهي عرضه انها تتوسخ وممكن تتحط في الغساله على ميه بارده من غير ما تتعصر، وهتطلع دي ما تاخدش مستاهله غساله دي لو اتنقعت كمان هتطلع. يعني هي دي بدانتيل ابيض متبطنه بستان ابيض. مين انت والحاجات دي عليك؟ ما بتعملي الديزاينات بتاعت الحاجات دي يعني تبعتها لهم ايه مرسومه؟ طبعا، يعني مثلا انا مقاسات معينه وابعاد معينه لازم تختار السايز، والخامات انت بعت لهم سامبلز من الخامات ولا هم؟ لا انا ببقى حريصه ان الخامات انا اللي انقيها واشتريها بنفسي عشان ابقى واصله يعني مقدمه الفكره صح. يعني مثلا حاجه زي كده انا بعملها الفكره انا بحب يعني استخدم كذا ماتيريال مع بعض. يعني مثلا هنا الخامه جلد عادي، الفكره ان انا الابليك ده مثلا ده حاجه فرو ممكن نشتريه، ممكن يبقى موجود عندك في البيت، هو شكله ده كده، ممكن انت بتحطيه وممكن تشيليه لو انت حابه تغيري، هو بسكوتش من ورا ممكن يتشال وممكن يتحط. ده فالكرو اللي هو اللزق بالظبط. والحاجه كمان اللي انا ببقى حريصه عليها، ببقى حريصه على فكره البطانه اللي جوه، ان لازم يبقى البطانه يبقى حاجه شيك. فعلا بتلاقي الشنطه من بره حلوه قوي، تبقى انت رايح كده متشيك ومتقنتك، رايح تقابل بنت حلوه كده ومسي خير وبتاع ولابس انت، وبعدين تيجي تقول لك تفتح الشنطه تطلع الروج بتاعها تلاقي الشنطه جلد اسود من بره ومن جوه مثلا فرو بط. ايوه يعني لا لازم تبقى من بره ومن جوه حاجه كويسه. في ماتيريال ثانيه دي مثلا الموضه دلوقتي او الفاشن، الحاجات الشراشيب او الفرانشات، فانا فكرت ان حاجه احنا في الشتاء تبقى الفرانشة عندي بالفرو، واستخدمت برضو نوعين من الجلد، جلد اللازار والجلد البرني، على اساس تبقى حاجه مختلفه. انا والله العظيم انا فعلا بامانه يعني يا جماعه ما كنتش اعرف خالص ان انا عندي الموهبه دي، انا اول مره اعرف حاجه زي دي. هوريكم برضو ماتيريال، برضو انا بحب قوي الدانتيل، فبحب ادخله في الشنط، ده دانتيل ومتبطن عشان الشنطه يبقى او البوشات بتاعي يبقى ليه قوام، متبطن بالجلد وعامله دي انا الشرشوبه بتاعتها، هو جلد فوقيه دانتيل بالظبط. لا المفروض الجلد اللي جوه، الجلد هو الشرشوبة. اللي جوه زي الشرشوبه دي بالظبط، نفس الفكره عشان الشنطه تمسك نفسها. برضو فكره تانية او لون تاني من نفس الموديل، الجلد التمساح بالظبط، والماتيريال او البطانه بتاعته انا بحب يبقى لون مختلف، فعملته من الساتان الفوشيا. ده بردك فكره تانية، دي قطعه فرو دي بصي بالظبط، بس بصي دي اكبر 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 مثال، دي كل حاجه بتاعتك على فكره، كل ما تيجي تعمل حاجه لا مش هبيعها دي بتاعتي. لا دي انا حبيت ان يبقى في ماتش في الالوان، الجرين وار والشنطه من ورا جلد جرين وار، والدانتيل برضو اللون المطار عشان يدي ماتش في الكالرز. دي برضو انا حبيتها ان هي جينز، دي كاجوال مش والفرنشا بطريقه الكفر كله من قدام، هي الفرنشا دي انا عجبتني قوي فحبيت ادخلها
في كذا موديل، وده اخر موديل من الفرنشا. برضو حبيت اعمل الدانتيل مع الجلد مع الفرو. الفكرة عندي باستمرار ان انا بحب اعمل كذا ماتيريال في حاجة واحدة. انا فخور بيكي جدا بجد طبعا. ولا العظيم انا كمان لا انا شفت شطره يعني. انا من اول الحلقه خلي بالك يعني شغل ستايل، مش عايز ابين ان انا اتفاجئت في الفاصل دوت يعني. انا اتفاجئت طبعا يعني من الشرح، ولكن احنا قبل الحلقه يعني نرمين قالت ان هي هتعمل كذا وكذا شنط ايه وبتاع ايه، قالت لا ما انا كنت بعمل القصه دي من زمان لازم يشوف بس الواحد لازم يشوف بعينه. وبرده بص لون 2 3 4 5 6 7 سبع الوان، 8 ابيض اهو. عشان انا بحب الالوان، الوان الحياه مش بس في الاكل عند نرمين انديل الطباخه والشيف والمذيعه بس كمان عند نرمين انديل الديزاينر ومصممه الشنط والبوشتات. لازم اشكر نرمين لانها ضيفه، واحنا اتعودنا ان احنا بنشكر الضيوف الاول. نرمين في الفصل ده ضيفه على التالنت الجميله. لو اي حد يا جماعه عنده تالنت بالمنظر دوت او باي شكل ابعت لنا، خلي القرار لينا، ما تقولش لا انا دول مش هيحبوا دول مش لا ما تقلقش او ما تقلقيش، سواء كنت راجل او سواء كنت ست او سواء كنت طفل او شاب او شابه ابعت لنا وخلينا احنا نقرر. واكيد لما نتواصل معاكم هنعرف يعني على قد ما نقدر نطلع كل شهر على الاقل 2 من المشاهدين بتوعنا يقدموا موهبتهم في استباحه جوت تالنت. بشكر حسناء على الفاصل الجميل او الفاصلين الجمال اللي عملتهم معايا ومع نرمين الاكسسوارز الجميله، وشفنا قد ايه الحاجات الهاند ميد سواء هنا او هنا بتدي روح حلوه للحاجه وبتخلي فيها كده سنس او تاتش. الحاجه اللي معموله بالايد لا مثيل لها، والحاجه اللي معموله بحب زي الطبق الجميل اللي عمله لنا الشيف محسن بالكاليماري وبلح البحر برضو لا يعلى عليه. واتمنى الايس كريم نمبر 1 حلو قوي، وميرسي كريم طبعا برضو على الايس كريم اللي هو قدمه. ولا يسعني فخرا يعني ان انا اكون بشتغل في قناه زي قناه ست البيت ومع زملاء اعزاء زي شيف محسن ونرمين. نشوفكم بكره في نفس الميعاد في قناه ست البيت وبرنامج استباحه. ما تنسوش لازم تتواصلوا معانا، معاكم 15 يوم تتواصلوا معانا في من اذاعه الحلقه علشان تبعتوا لنا يا اما على الفيسبوك بتاع قناه ست البيت او على الفيسبوك بتاع استباحه او على الايميل اللي موجود على الويب سايت بتاع قناه ست البيت. بنشكركم ونتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. نشوفكم بكره تاني في نفس الميعاد. صباح الفل.